أهلا، اليوم سويت لكم بيتزا لذيذة وسهلة، أتمنى تعجبكم. وبما أن احنا في آخر رمضان، قلت أسوي معكم بيتزا بالجبنة المفضلة. أول شي راح أسوي العجينة، كنت سويتها معكم أكثر من مرة، راح أكتب لكم طريقتها تحت. بعدها راح أحط صلصة البيتزا، ممكن تسوونها بالبيت أو تستخدمون الجاهزة. وطبعا بطل الوصفة اليوم اللي هي جبنة الموتزاريلا من البقرات الثلاث، أنا صراحة ما أستخدم إلا هي، مرة لذيذة مع البيتزا ومع الفطائر. أنا هنا حشيتها على شكل كرات وحطيتها على الأطراف، مسحتها بالبيض وحطيت رشة السمسم ودخلتها الفرن. وهذا شكلها أول ما طلعت من الفرن. حطيت بوب كورن دجاج وصوصات، صوص رانش وصوص فرنسي، وشوفوا كيف الجبن يمط. صراحة مرة لذيذة وسهلة، أتمنى تعجبكم، جربوها وعليكم بألف عافية. أرسلوا لي التطبيقات أشاركها معكم بالستوري.